بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الدرس الثالث في الفصل الأول في الباب الثاني. نبدأ مع بعض اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها العامل أو المادة المحددة للتفاعل. إيه هي المادة المحددة للتفاعل؟ هنقولها بالبلدي خالص، يعني إيه المادة المحددة للتفاعل، ونشوف الكتاب بيقول لك إيه. المادة المحددة للتفاعل يعني المادة اللي أنا هلاقي فيها عدد مولات أقل، هي دي اللي هتبقى المادة المحددة للتفاعل. المادة اللي هلاقي فيها عدد مولات أقل هي ديت اللي هتبقى المادة المحددة للتفاعل. ما معنى اللي أنا بقوله ده؟ دي الخلاصة بتاعت أول نص، أول حتة أنا هقولها في الدرس دي. المادة المحددة للتفاعل يعني المادة اللي بتحتوي على عدد مولات أقل، يبقى هي ديت المادة اللي أنا بحدد بيها التفاعل. شوف الكتاب قال لنا إيه. قال لي يلزم الحصول على كميات محددة من النواتج استخدام كميات محسوبة بدقة من المتفاعلات. قال لي عشان اعمل تفاعل كيميائي لازم اخد كميات محسوبة من المتفاعلات، ولو زادت الكمية ولازم الكمية دي تكون مظبوطة بالظبط، علشان لو زادت، لو الكمية دي زادت هيبقى هتظل كما هي دون ان تشترك في التفاعل الكيميائي. يعني مثلا انا باخد 1 جرام من مثلا 1 مول من الهيدروجين، 2 مول من الهيدروجين مع 1 مول من الاكسجين عشان يعملوا لي التفاعل بتاع الميه. طب لو انا خدت زياده من الهيدروجين هل هيدخل في التفاعل؟ لا مش هيدخل. تاني باخد 1 مول، 2 مول من الهيدروجين وباخد 1 مول من الاكسجين، لو انا دول عشان يدوني H2O. طب لو انا خدت 3 مول من الهيدروجين هيبقى عندي 1 مول زياده، الواحد مول زياده ده هيشترك في التفاعل الكيميائي؟ قال لي لا مش هيشترك في التفاعل الكيميائي، تظل كما هي دون ان تشترك في التفاعل الكيميائي. وقال لي الماده المتفاعله والتي تستهلك تماما اثناء التفاعل الكيميائي اللي هي تخلص خالص في التفاعل الكيميائي دي اسمها الماده المحدده للتفاعل. ناخد تطبيق مع بعض؟ تعالوا ناخد تطبيق. 2H2 زائد O2 هيديني 2H2O، 2 مول من الهيدروجين مع 1 مول من الاكسجين عشان يديني 2 مول من بخار الميه. قال لي عند خلط 8 مول من الهيدروجين مع 5 مول من الاكسجين ينتج 8 مول من H2O، حيث تستهلك كل مولات الغاز H2 بينما يتبقى 1 مول من غاز الاكسجين بدون تفاعل. يبقى هنا المادة المحددة للتفاعل هتبقى مادة مين؟ الهيدروجين. تيجي ناخدها بقى تطبيق عملي. قال لي بص، لو انت عندك 8 H2 زائد 5 O2 ده قبل التفاعل، 8 H2 زائد 5 O2 بعد التفاعل هيديني 8 H2O زائد O2 ديت مادة زيادة. ما معنى اللي انا بقوله؟ اللي انا خدت 8 مول من الهيدروجين وفعلتهم مع 5 مول من المية، الدنيا قد ايه؟ التاني 8 مول من المية. طب ما هو كده هيبقى ناقص 1 مول من الاكسجين، ده هيروح فين؟ قال لي هيخرج في التفاعل دون ان يشترك في التفاعل الكيميائي، مش هيشترك معايا في التفاعل. اهو بصوا 2H2 لما فعلها مع 2H2O، 2H2 دي كام مول؟ ادي 2 مول، 2H2O كام مول؟ 2 مول. 2H2 فيها 2 مول ده انت واخد منه كام مول؟ انا واخد 8، يبقى 8 مول. يبقى انت هيديلك كام مول من الميه؟ من الميه هيبقى طرفين في وسط، عدد المولات بيساوي كام؟ 2 في 8 على ال 2، يبقى عدد مولات الميه الناتجه كام؟ 8 مول. طب نيجي نشوف الاكسجين، O2 هيديني 2H2O، ده فيه كام مول؟ ادي ده 1 مول وده 2 مول، ده انت واخد منه كام مول؟ واخد منه 5 مول. طب وده عاوز بقى منه كام مول؟ يبقى طرفين في وسطين، يبقى 2 في 5 على الواحد هيدينا 10 مول. اني الاقل؟ الاقي ان الهيدروجين هو الاقل، او كل مولات الغاز بتاع الهيدروجين هتستهلك في انتاج العدد الاقل من مولات الميه. يعني الهيدروجين هو اللي طلع العدد الاقل اللي هو يستهلك تماما، بس لسه هيبقى لي قد ايه؟ 2 مول من مين؟ من الاكسجين. يقال ان غاز الهيدروجين هو المادة المحددة للتفاعل، المادة اللي هلاقي فيها عدد مولات اقل، ده الكلام اللي انا قلته في اول الحصة، ان المادة اللي هي هتبقى فيها عدد مولات اقل هي دي اللي هتبقى المادة المحددة للايه؟ للتفاعل. يبقى هي بقى المادة او العامل المحدد للتفاعل هي المادة التي تستهلك تماما، يعني مش هيكون فيها زيادة، مش فيها حاجة يعني هتدخل في التفاعل واللي هي مش هتشترك في التفاعل الكيميائي، لا ده المادة اللي هتستهلك تماما اثناء التفاعل الكيميائي، والتي ينتج عن تفاعلها مع باقي المتفاعلات، يعني لما بفعلها مع متفاعلات تانية العدد الاقل من مولات المادة الناتجة من التفاعل. هي اللي هتاخد العدد الاقل من المولات بتاعت المادة الناتجة من الايه؟ من التفاعل. طب تيجي ناخد امثلة؟ تعالوا ناخد امثلة. المغنيسيوم لما يتفاعل مع الاكسجين 2 Mg زائد O2 هيديني 2 Mg O،
وجود الحرارة. ما العامل المحدد للتفاعل؟ عند استخدام 32 جرام من الاكسجين و12 جرام من المغنيسيوم. يبقى هاخد الاكسجين حتة لوحدها والمغنيسيوم في حتة لوحده، واشوف عدد المولات بتاع كل واحد بكام، والعدد المولات بتاعه الاقل هو اللي هيبقى المادة المحددة للايه؟ للتفاعل. تيجي نشوف، تعال ادي 2 ام جي هيديني 2 ام جي او، ده في كام مول؟ ده في 2 مول، وده في كام مول؟ 2 مول. طب ده 2 مول الكتلة الجزيئية بتاعته بكام؟ قال لي 2 في 24، ده هيبقى الكتلة بتاعته ب 48 جرام. طب ده في كام مول؟ قال لي ده في 2 مول، يبقى 2 مول. وده 2 ليه؟ ده المفروض 24 بس في عدد مولات 2، يبقى 2 في 24 ب 48. ال 48 مدي لك منهم كام جرام في المغنيسيوم؟ 12 جرام. يبقى 48 جرام وال 12 جرام وال 2 مول، انا عاوز عدد المولات. يبقى انا هشوف اهو دي فاضيه لسه ما اعرفش، طرفين في وسطين، يبقى 2 في 12 على 48 تبقى بكام؟ بنص مول، ده عدد المولات. طب نيجي نشوف الاكسجين، الاكسجين كام مول؟ 1 مول. ال 2 ام جي او 2 مول، اروح جايب الكتله لده كتلته كام؟ ده ب 16، بس 2 في 16 عشان ال 2، يبقى 2 في 16 ب 32، وده ال 2 مول، ده ال 32 جرام مديك منهم قد ايه؟ 32 جرام. 32 جرام عاوز عدد المولات، يبقى طرفين في وسطين، يعني 2 في 32 على ال 32 هيطلع بكام؟ ب 2 مول. طب النص مول ولا ال 2 مول؟ اني الاصغر؟ النص مول. النص مول ده بتاع مين؟ بتاع المغنيسيوم. يبقى كل كميه المغنيسيوم هتستهلك في انتاج العدد الاقل من مولات الام جي او. يبقى مين الماده المحدده للتفاعل او العامل المحدد للتفاعل؟ هلاقي اللي هو المغنيسيوم عشان هو اللي فيه عدد مولات اقل. طب نشوف المسألة اللي بعدها، المغنيسيوم تفاعل مع حمض الهيدروكلوريك يديني كلوريد مغنيسيوم وهيدروجين، ما العامل المحدد للتفاعل؟ عم استخدم 2.4 من 10 جرام من المغنيسيوم و 3.65 من 100 جرام من الهيدروكلوريك، وما كتلة المادة المتبقية بدون تفاعل؟ زود حتة، انا عاوز كتلة المادة بقى اللي هي مش هتفاعل بقى، المتبقية من التفاعل. هنجيبها ازاي؟ نشوف الاول العامل المحدد للتفاعل. جيب المغنيسيوم في حته والهيدروكلوريك لحته، المغنيسيوم في هيديني ام جي سي ال 2، عدد المولات واحد وده عدد المولات واحد، الكتله بتاعته ده ب 24 جرام، اما ده واحد مول زي ما هو. طب من ال 24 جرام مديني قد ايه منهم؟ 2.4 من 10، يبقى ده طرفين في وسطين، يبقى 2.4 من 10 على ال 24 تديني قد ايه؟ 1 من 10 مول، ده عدد مولات المغنيسيوم. نيجي نشوف الحمض الهيدروكلوريك، ده في كام مول؟ 2 مول، وده 1 مول. نجيب الكتلة 2 اهوت في 1 زائد 35.5 هتطلع ب 73.5، وده 1 مول. مديلك قد ايه من الحمض الهيدروكلوريك؟ 3.65 من 100، وكم عدد المولات اللي انا عاوزه؟ طرفين في وسطين، هيبقى 1 في 3.65 من 100 على 73 هتطلع بكام؟ ب 5 من 100 مول. مين الاصغر، 1 من 10 ولا 5 من 100؟ هلاقي ان ال 5 من 100 مول هي الاصغر، فيبقى مين الماده المحدده للتفاعل؟ اللي هو حمض الهيدروكلوريك. عاوز كتلة المادة المتبقية بدون تفاعل هتبقى من مين؟ مين اللي هيبقى فيها أكتر؟ مين اللي هيبقى فيها مادة أكتر ومش هتشارك في التفاعل الكيميائي؟ هلاقي اللي هي مين؟ المغنيسيوم. يبقى أنا هجيب كتلة المادة المتبقية من مين؟ من المغنيسيوم. أدي الإم جي هيتفاعل مع الـ 2 HCl، هيتفاعل تماما، يعني الـ HCl هيتفاعل كليا. الإم جي فيها 1 مول والـ 2 HCl فيها 2 مول. ده فيه كام جرام؟ 74 جرام. و ال HCl فيه كام جرام؟ 73 جرام. HCl 2 HCl فيه 73 جرام. وهنا عندي المغنيسيوم فيه كتلة أنا مش عارفها، بس أنا عارف إن الهيدروكلوريك هيتفاعل منه قد إيه؟ 3.65 من 100، بس أنا مش عارف اللي هيتفاعل من المغنيسيوم قد إيه؟ ده اللي أنا عاوز أجيبه اللي هو كتلة المادة المتبقية. يبقى أنا عندي 3.65 من 100 جرام هيدوني كام جرام؟ طرفين في وسطين، يبقى 3.65 من 100 في 24 على 73 هتطلع ب 1.2 من 10 جرام. خلي بالك ده دي كتلة المغنيسيوم اللي هي هتتفاعل، دي كتلة المغنيسيوم اللي هتتفاعل. طب انا عاوز الكتلة اللي هتتفاعل ولا الكتلة اللي مش هتتفاعل؟ لا ده انا عاوز الكتلة اللي هتتفاعل. طب ماشي، الكتلة اللي انا عاوز الكتلة اللي هي مش هتتفاعل، اما هي ديت ال 1.2 من 10 دي الكتلة اللي هتتفاعل. يبقى انا عندي الكتلة الكلية ب 2.4 من 10، يبقى انقص 2.4 من 10 ناقص 1.2 من 10 يديني 1.2 من 10 جرام. يبقى كتلة المغنيسيوم اللي هي هتتبقى بدون تفاعل هتبقى بكام؟ ب 1.2 من 10 جرام. دخلت على حاجة جديدة خالص.
حاجة اسمها المول وحجم الغاز. المول وحجم الغاز، قال لي انا عندي المادة الصلبة والسائلة دول بيبقى الحجم بتاعهم ثابتين ومحددين، اما المادة الغازية فهي بتاخد حجم الحيز اللي هي بتبقى موجودة فيه، يعني حجم المية بتبقى تساوي حجم الإناء اللي هي موجودة فيه. قال لي عندي عالم اسمه افوجادرو برضو، اللي هو نفس العالم اصلا، العالم افوجادرو ده عمل علاقة ما بين حجم الغاز وعدد الجزيئات في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة. يعني ايه من نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة؟ عندي حاجة اسمها الظروف القياسية اسمها ال STP، ستاندرد تمبريتشر اند بريشر، الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة. يعني ايه؟ يعني انا عندي الضغط هيبقى ثابت ودرجة الحرارة ثابتين، درجة الحرارة بتساوي صفر سليزيات يعني 273 كلفن، والضغط الجوي بيساوي واحد اتوم اللي هو 760 ملي متر اتش جي، 760 ملي متر ايه اتش جي اللي هو من الزئبق. ده الضغط الجوي المعتاد ودي درجة الحرارة المعتادة. عاوزك تحفظ الحتة دي، اس تي بي الظروف القياسية من الاس تي بي اللي هي ستاندرد تمبريتشر اند بريشر، اللي هي تمبريتشر درجة الحرارة وبريشر اللي هو الضغط، ستاندرد اللي هي الظروف القياسية. قال لي عندي العالم افوجادرو عمل قانون حلو قوي، قال لك الفرد بتاعي قال لك ايه؟ قال لك ان الحقوق المتساوية من الغازات المختلفة في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة بتحتوي على اعداد متساوية من الجزيئات. يعني انا عندي الحجم بتاعي متساوي من الغاز في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة، اللي هي الظروف القياسية ان هو الضغط ودرجة الحرارة ثابتين، بتحتوي على اعداد متساويه من عدد الجزيئات. وافوكادو اتوصل بعد كده قال ايه؟ قال ان المول من اي غاز حجمه بيساوي 22.4 لتر. لازم تحفظ الرقم ده، يعني ان المول من اي غاز بيشغل حجما قدره 22.4 لتر، والمول من اي غاز بيحتوي على قد ايه من الجزيء؟ 6.2 في 10^26. يبقى المول من اي غاز بيساوي قد ايه من الحجم؟ 22.4. المول من اي غاز بيساوي قد ايه من الجزيء؟ 6.2 في 10^23. قال لي الجدول اهو، قال لي انا عندي الهيليوم اهو والنيتروجين والنشادر والميثان الاربعه هم، نجيب الكتله بتاعت كل واحد الاتش اي باربعة، ال ان 2 ب 28، 14 و 14 28، 14 و 3 17، 12 و 4 16. عدد المولات بتاع كل واحد قد ايه؟ اهو واحد. يبقى عدد المولات بواحد، يبقى حجم الغاز بتاعه بكام؟ ب 22.4، يبقى عدد الجزيئات بتاعته بكام؟ ب 6.2 في 10^23. طب ما نيجي ناخد مسائل، ناخد اول حاجه تطبيق وبعد كده المسائل. الهيدروجين هيتفاعل مع الكلور عشان يديني حمض الهيدروكلوريك في ال STP، شايف اهي؟ شايف دي اهي في ال STP. ال STP ديت قالت لي ان الضغط ودرجه الحراره متساويين، ان الضغط ودرجه الحراره متساويين. يبقى الواحد مول في 22.4 لتر، الواحد مول في 6.2 في 10^26 من الجزيء. على طول قال لي STP اهو، يتحد واحد مول من الغاز الهيدروجين مع واحد مول من الكلور عشان يديني 2 مول من الهيدروكلوريك. اهو واحد مول مع واحد مول عشان يديني 2 مول من الايه؟ من الهيدروكلوريك. حجم الغاز ده واحد مول يبقى 22.4، ده واحد مول 22.4. انا عاوز حجم هنا عدد ده كام مول؟ 2 مول، والمول ب 22.4 يبقى 2 في 22.4 برضه عدد الجزيئات اهو 6.2 في 10^23، بس هنا كام؟ 2، يبقى 2 في 6.2 في 10^23. قال لي افوجادرو ده اول من توصل الى العلاقه عمل علاقه ما بين ايه؟ قال لي انا عملت علاقه ما بين الحجم وعدد المولات، عمل علاقه ما بين الحجم وعدد المولات وسماها قانون افوجادرو، سماها قانون افوجادرو، عمل علاقه ما بين الحجم بتاع الغاز والعدد بتاع المولات وسماها ايه؟ بقانون افوجادرو. ايه هو قانون افوجادرو؟ قال لي الحجم بيتناسب طرديا مع عدد المولات، امتى؟ عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة. يبقى تاني قانون افوجادرو بيقول ايه؟ يتناسب حجم الغاز تناسبا طرديا مع عدد المولات، يعني الحجم اهو شايفين حتى العلاقة دي بتناسب اللي هي العلاقة الطردية، الحجم بيتناسب طردي مع عدد المولات امتى؟ في ال STP عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة.
الحجم اللي انت بترتدي مع عدد المواد انت سويته تاخد درجه الايه الحراره. بيقول لي ما النتائج المترتبه لما يتضاعف عدد المولات الغاز في الظروف القياسيه، اما عدد المولات بتتضاعف يبقى حجم الغاز بيتضاعف. ليه؟ لان التناسب بينهم تناسب طردي. طب هنيجي نشوف ده في 1 مول وده في كام؟ 2 مول. يبقى حجمه قال لي ده ب22.4، اما ده حجمه شايفين الضعف 2 في 22.4. ناخد حساب الحجم الغاز. ازاي احسب بقى حجم الغاز؟ احنا عارفين الحجم، احنا قلنا حجم بيساوي ايه؟ عدد المولات في 22.4، قلنا اي عدد مول بيساوي 22.4. يبقى لو انا عندي مثلا 2 مول يبقى 2 في 22.4، ده حجم الايه؟ حجم الغاز بيساوي عدد المولات في 22.4، حجم الغاز باللتر، عدد المولات بالمول، 22.4 دي لتر على المول، لتر على الايه؟ لتر على المول. يبقى انا ممكن اعرف المول الغازي؟ هو كتلة 22.4 من الغاز في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة. كتلة اللي هو المول من الغاز، كتلة 22.4 من الغاز في ايه بالظبط؟ فين؟ في الظروف القياسية اللي هو تحت ثبوت الضغط ودرجة الحرارة اللي هو الـ STP. ناخد مثال، احسب الحجم الذي يشغله 1.6 جرام من الميزان في الظروف القياسية. ميزان اللي هو CH4. اول حاجه لازم اجيب عدد المولات. طب انا اجيب عدد المولات ازاي؟ عدد المولات بيساوي ليه؟ الكتله على الكتله الموليه. يبقى انا لازم اجيب اول حاجه الايه؟ الكتله الموليه. هات لي الكتله الموليه 12 زائد 4 في 16 جرام على المول. هات عدد المولات الكتله على الكتله الموليه اللي هو كام؟ 1.6 على 16 فهي 1/10 مول. ماشي. بعد كده انا اجيب ايه؟ حجم الغاز. حجم الغاز بيساوي ايه؟ عدد المولات في 22.4. عدد المولات بكام؟ ب1/10. يبقى 1/10 في 22.4 تطلع بكام؟ ب2.24 لتر. مساله صعبه مفيهاش اي حاجه، تعويض مباشر. طب ماشي، نيجي نشوف دي. احسب حجم الغاز اللازم لانتاج 90 جرام من الميه. حجم الغاز اللازم لانتاج جام 90 جرام من الميه، اما يتفاعل مع وفره من غاز الهيدروجين في الظروف القياسيه تبعا للمعادله 2H2 زائد O2 هيديني 2H2O. نيجي نشوف مع بعض، تعالوا نشوف الحل ده وبعد كده نشوف الحل التاني. انا عندي مين؟ الاكسجين والميه، يبقى O2 هيديني 2H2O. عدد المولات في الميه كام؟ 1 مول. عدد المولات هنا كام؟ 2 مول. اجيب هنا الكتله الجزيئيه، الكتله الجزيئيه بتساوي كام؟ 2H2O بكام؟ 2 زائد 16 18، وعدد المولات 2، يبقى 2 في 18 ب 36 جرام. ال 36 جرام مديلك قد ايه منهم جرام؟ 90 جرام، يبقى انا عاوز كام مول؟ يبقى طرفين في وسطين، يبقى 90 في 1 على 36 هتطلع بكام؟ ب2.5 مول. يبقى انا جبت عدد مولات الاكسجين. هو انا عاوز عدد المولات؟ لا، انا عاوز حجم الغاز، وحجم الغاز بيساوي ايه؟ عدد المولات في 22.4. عدد المولات بكام؟ ب2.5. يبقى 2.5 في 22.4 تطلع ب56 لتر. نشوف الحل بقى، تحلي تاني، يعني نفس المسألة لها حلين. الاوتو هيديني 2H2O. الاوتو فيها كام مول؟ 1 مول. H2O فيها كام؟ 2 مول. هو احنا الواحد مول من الغاز بيساوي كام قد ايه من الحجم من اللتر؟ قال لي بيساوي 22.4 لتر. حجم مول اي حجم واحد مول من الغاز فيه 22.4 لتر. يبقى اهو الواحد مول فيها قد ايه؟ 22.4، عشان ده غاز. طب ده فيبر مش غاز، يبقى اجيب الكتله الموليه 2 في 18 زي دي ب 36، ده مديني كام جرام؟ 90 جرام. يبقى انا هجيب ده بالنسبه لللتر، يبقى 90 22.4 على 36 هتطلع برضه بكام؟ ب 56 لتر. الاثنين نفس الرقم لان الاثنين ايه؟ صح. شوف اخر مسألة معايا. احسب كتلة كربونات الكالسيوم اللازم عشان تنتج لي 5.1 لتر من غاز CO2. شوف بقى هنا عاوز العكس، مديك اهوت اللتر بتاعك وعاوز الكتلة بتاعت كربونات الكالسيوم في الظروف القياسية من الـ STP في التفاعل CaCO3 كربونات الكالسيوم مع 2HCA حمض الهيدروكلوريك هيديني CaCl2 كلوريد الكالسيوم CO2 ثاني اكسيد الكربون H2O ميه. هو انا عاوز العلاقه ما بين مين ومين؟ قال انا عاوز العلاقه ما بين CaCO3 مع او كربونات الكالسيوم مع CO2، يبقى CaCO3 هتديني CO2.
ده فيها كم مول؟ قال لي ده فيه 1 مول. قال لي ده فيه كم مول؟ 1 مول. ال1 مول من الغاز فيها قد ايه؟ 22.4 من اللتر، ده معروفه. وده كام؟ قد ايه؟ هنجيب الكتله الموليه بتاعته سي اي سي او 3 اهو، ده قد ايه؟ ب 100 جرام على المول اهو، ادي ال 100 جرام. يبقى ده 22.4 مديني قد ايه منه من اللتر؟ 5.1، وده عاوز، انا عاوز الكتله بتاعته. يبقى طرفين في ايه؟ في وسط ال 100 في 5.1 على 22.4 هيديني 22.8 جرام. ده الحل الاول. نشوف الحل التاني. هنجيب الاول عدد المولات. هو الحجم بيساوي ايه؟ عدد المولات في 22.4، يبقى عدد المولات بتساوي الحجم على 22.4. الحجم بكام؟ ب 5.1، يبقى 5.1 على 22.4 هتساوي 228,000 من المول، 228 من 1000 مول. يبقى السي اي سي او 3 هتديني سي او 2، 1 مول من السي اي سي او 3 هتديني 1 مول من السي او 2، يبقى ال 100 جرام من السي اي سي او 3 هتديني برضه 1 مول. يبقى كام جرام من السي اي سي او 3 هتديني 228 من 1000 مول. يبقى طرفين في ايه؟ في وسطين. يبقى 100 في 228 من 1000 هتديني بكام؟ ب 22.8 جرام. ده حل المساله دي بطريقتين مختلفتين. قال لي المول بقى عندي له كذا تعريف. المول تبع اللي هو مول والكتله، المول وعدد افوجادرو، المول وحجم الغاز. لو هو المول والكتله يبقى الكتله الذريه او الكتله الجزيئيه او كتله وحده الصيغه من الماده بعبر عنها بالايه؟ بالجرامات. طب وعدد افوجادرو؟ هو قال لي كميه الماده اللي بتحتوي على عدد افوجادرو من الجزيئات، اللي هي الجسيمات دي، بس الجسيمات ديت سواء كانت جزيئات، ذرات، ايونات او وحدات الصيام. المول وحجم الغاز هو كتلة 22.4 من اللتر من الغاز في الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة. حد هنا كده الدرس بتاعنا خلص. ان شاء الله اشوفكم المرة الجاية واحنا بنحل التدريبات على الدرس ده، ويبقى معاكم كتاب الامتحان طبعا زي كل حصة. واشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.